طيب هنروح بقى من اخبار النادي الاهلي والنوستالجيا لخبر تاني، وهو خبر انساني. هنا الفرنسي براين سومار ده لاعب فريق دوري الدرجه الثالثه، عفوا الثانيه الفرنسي لكره القدم، عمل ايه؟ هو دعا في لفته انسانيه رائعه المحتاجين للطعام ان هم ما يترددوش في مراسلته على الخاص ومن دون كمان خجل عشان يقدر ان هو يساعدهم. كتب بالظبط كده براين اللي هو عنده 21 سنه على تويتر، قال في لفتة جميلة ومثيرة للدهشة، أقول إن لم يكن لديك عمل وطعام في الوضع الحالي الذي نحن فيه جميعا، فلا تتردد في الكتابة إلي في رسائل خاصة، المكرونة والرز والبيض والحليب في أو أي شيء حتى آخر يمكنني أن أقدمه لكم، لا تذهب إلى الفراش جائعا وخاصة الأطفال، عند المساعدة يبقى الأمر بيني وبينك وبين الله، لا أحد سيعرف، لذلك لا تخجل واتصل إذا لازم الأمر. يعني طبعا لفتة جميلة، وخلينا نقول برضو أن براين ده كان بيلعب في الموسم الماضي في صفوف ديجون ده في دور الدرجة الأولى الفرنسية أو الفرنسي، فلفتة حلوة منه. دايما إحنا بنقول أن لازم أنت كشخصية عامة تكون بتقدم نوع يعني في حاجة خدمية للمجتمع، لأنك بتكون قدوة، فحاجة زي كده أعتقد حاجة يعني محترمة جدا جدا جدا، وخصوصا في الفترة اللي إحنا فيها هو لامس بنفسه قد إيه في ناس تعبانة وفي ناس مش لاقية تاكل، يعني طبعا شيء محترم جدا.